السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف حاجة جميلة جدا ازاي اضيف الاوبن اي اي جوه الشيت بتاع جوجل، وده فرق كتير. بدل ما بتروح لشات جي بي تي وتقول له انا عايز كود مثلا معين اكتبه في جوجل شيت، هو يكتبه لك على طول في قلب الجوجل شيت على طول. طيب تعال نقول له انستول جوجل ستارت، هو بيبدا يتثقب وبيبدا يوريك شويه صور كده تسهل عليك ان انت تعمل الكود بتاعك. طيب هنروح هنا واقول له من الاكستنشن، هتلاقي هو ضاف لي شات اي اي اب، فاقول له فعله لي، فيبدا ان هو يتفتح معايا. طيب محتاج ان انا اضيف الكود بتاع الاوبن اي اي، فعلى طول هروح هنا لصفحتي على الاوبن اي اي واقول له فيو اي بي اي كي من هنا، واقول له كرييت نيو سيكريت كي، واخد الكي دوت واجي احطه له هنا. طيب بعد ما حطيت اقول له اديت كي، واروح حاطط له الكي بتاعي. تخيل مثلا ان انا عايز اكتب كود زي اد كولوم اي اند بي اند مالتيبل ويز سي، اكتب. يعني انت بتكتب كانك بتكتب الانجليزي انت عايز ايه، تمام. هتقول له جنريت، هيحول لك كتابه اللي انت عاملها دي لكود اقدر ان انا انسخه واجي احطه بالشكل دوت. طبعا ممكن تروح ايه كاتب بقيه الاكواد والكود دوت تسحبه كده بحيث ان هو يكون موجود، وبكده بشكل بسيط تقدر تعمل اي كود انت عايزه. يعني مجرد تقول له اد كذا كذا واضربها لي في سي، ممكن تقول له اقسم اطرح. فانت بتكتب، مش لازم تحفظ الاكواد، تقول له انت بتفكر في ايه، عايز الافرج، تمام. يروح اكتب له افرج، هيديك الكود اللي انت تقدر تحوله. يعني هو بيحول لك الكلام الانجليزي العادي لكود تقدر تستخدمه بشكل حلو في الاكسل او في الجوجل شيت. طيب بعد كده بتقول له بقى عايز شيت اي اي او تيبل او ليست، عايز تشغل اني واحده فيهم، عايز تشغل باني جي بي تي، ده 3 اند هاف تيربو. ممكن تقول له انا عايز دافنشي. على فكره مش معنى ان هو قديم يكون وحش، لا بالعكس، في ناس بتلاقي في حاجات افضل في القديم، تمام. التارجت بتاعك الماكسيمم، تقول له ران وهكذا. فانت ممكن تعمل العمليات حسابيه كتير، يعني ممكن تكون محتاج خبير في الاكسل من خلال ان انت تستعين بشات جي بي تي جوه الجوجل شيت.